بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت اللي حصل امبارح ده الساعة 7 الصبح ولا 7 الا ربع راحوا جايين شغال البتاع ولا لسه؟ شغال الساعة 7 الا ربع راحوا جايين. طب في ايه يا جدعان؟ الجيش ده كله نازل هيحارب مين؟ ده احنا شوية ناس عزل لا معانا حاجة ولا حدة، جايبين لنا كل بتاع مدرعات ومصفحات وايه العربيات كلها دي؟ فوقف وقفنا معاهم واخد بالك، بيجيب لهم حاجة ساقعة وياكلوا بسكويت ونطلع لهم شاي من البيوت وايه الحكاية؟ قال لك ده احنا هنزل نعمل 35 متر على الطريق من بره، هنعمل كورنيش. لا يعملوا كورنيش، لقينا الرادارات دخلت من ورا ومن قدام ودخلوا على البيوت. هذا ايه يا باشا اللي هتعملوه ده؟ قال لك هو البيت اللي فيه دارين ودار فاضي نهده. قلت افرض دار فاضي وعيل هيتدوس فيه لسه، عيل هيتدوس فيه لسه تهده ليه؟ تزنقني خمس ست اسر ولا اربع اسر في شقه واحده كل واحد ياخد متر. وبعد كده واخد بالك اشتبكت من بره الحكايه والناس زجرت عليهم بالطوب وهم راحوا ضاربين قنابل مسيله للدموع. وقفنا في الشارع هنا، قلت له حرام عليك ما تخدش الشارع، في اطفال هتموت من القنابل وفي الناس هتموت من الدخان الوحده دي، واحنا ناس عندنا السكر لو شمناها هنموت. انا شميت بقيت افرفط في الحوش هنا بره ويكبوا عليا ميه والناس تفوق فيه، والعيال اللي تحت برضه سورقت الصغيره وبقينا متبهدلين. حتى الرحمه يكون حلو كمان. انا اللي عندي 60 سنه ولا وظيفه ولا معاش. انت بدل ما تدور على الناس اللي ضايعه ببلدك عاوز تمسحها خالص، لا وظيفه ولا معاش. لا انا بقبض من شؤون ولا بقبض من معاش ولا وظيفه ولا اي شيء. راجل قايم على الله وعلى دراعي. ادينا حسنه من هنا حسنه من هنا، دين عايش انا وعيالي ودين عايشين. لما تاخد حته البيت اللي ليا 40 سنه، 40 سنه كد واشتغل واتعب واشقى عشان اعملها، تيجي تاخدها انت مني وتقول لي بره؟ طب اسكن فين؟ في الشارع؟ ما انتوا هتشكوا من اطفال الشوارع، هتزودوهم تخلوهم كبار بدل صغار. طلعوا عائلات عندها، راجل عنده 60 سنه ومرأة عندها 60 سنه، والاثنين عندنا السكر، واحده بتاخد انسولين وانا باخد علاج، والشنط معلقه بالعلاج، مش بنكذب على حد. ومش عايزين حدا من غير من ربنا، طالبين من ربنا مش منكم ولا من حد، بنقول يا رب ارزقنا. سيبونا في حالنا خلينا قاعدين. ولا انتوا عاوزين تدمرونا؟ الناس هتعمل ايه يعني؟ مش لازم يكون في رحمه ولازم الناس تبص لبعضيها؟ انت سايب الناس هالكار. لا كيلو اللحمه ب 135 جنيه، الراجل الفقير اللي زي مش هيقدر يروح عند الدزار ولا يقف يقطع كيلو لحمه ولا يدوكها ولا يشمها حتى. وعايشين بما يرضي الله بدنجانيه، حته فلفل، حته بطاطس، حته مش عارف ايه، بناخد العلاج وناكل بطاطس بالزيت وبدنجان بالزيت. ولا هناخد من الدوله حاجه ولا عاوزين منها حاجه اساسا. طالبين من ربنا، لان الحكومه من الاخر ما بتديش حاجه تعيش حد. ولا بتجود حد ولا بتعيش حد. اللي رازق ربنا وهو اللي عاطي الناس. وهو الحنون على عباده، وهو اللي شايف حالنا. احنا لا مفترين على حد ولا ناس ارهابيين ولا ناس نعرف عن هذا اللي هيقولوا عليه. واحنا بنشم مش لاقيين نقول، بنرد لفرخه ناكلوها. هنجيب منين؟ نجيب لحمه ونجيب فراخ ونجيب سمك. كيلو السمك ب 40 جنيه. كيلو اللحمه ب 135، كيلو الفراخ ب 35 جنيه. طب الراجل الفقير هيروح يجيب ياكل منين؟ ويعمل ايه الراجل الفقير؟ ما تسيبونا في حالنا بقى. ده انتوا كده هتخلوا الناس تاكل في بعضيها زي السمك. ليك ارض ملك دوله خدها. بالحلال ربنا، في حد قاعد عليها تمشيه تبيع حاله، لو هتبيع له بيع له، ما تبيعلوش قول له اطلع امشي. انما انا راجل مشتري بفلوسي، تيجي تاخد بيتي ليه؟ باي سبب يعني؟ ربنا قال لك هو امسك الناس امسحها. ما فيش حد كبير على ربنا، والله اقسم بالله ما في حد كبير على ربنا. ربنا كبير على الكل وشايف وعارف وحاسس بدبة النملة في الارض. اتقوا الله فينا يا اخي، حرام عليكم. اتقوا الله.
الله فينا، اتقوا الله فينا. حرام كده والله، والله حرام. اطفال اطفال، امبارح بقينا نكب عليها الميه، نكب على الاطفال ميه دي، والاطفال مسورقه وبتموت. ليه يعني؟ ما الناس ماشيين بالعلاج، الشنط معلقه في الحيطان، اروح نشتريها من الصيدليه بالفلوس، ولا ناخذ على هذا وقت الدولة هذا، ولا مرتب ولا معاش ولا مأمنين، حتى عايشين ضايعين في البلد، لأننا كأننا صراصير مش بني آدمين. احنا فعلا كأننا صراصير بالنسبة للناس العالية اللي فوق دي، يتهسونا بالدزم تحت رجليهم. وأقول لك حقوق الإنسان، فين حقوق الإنسان اللي بتكلم عليها دي؟ حقي فين أنا؟ مش من الدولة ولي حق عليك وعلى غيرك من المسؤولين في البلد؟ ليه ما تدينيش حقي؟ ما بدورش وما بطلبكش ومش عاوز، بس انت سيبني في حالي عشان اعيش انا وعيالي. هتشردني في الشوارع كمان، يدخل علينا المعديات والحريم، عدوا في مركب صيد، في مركب صيد عشان يجيبوا الاكل، وخدوا الاكل منهم ورموه في البحر. طب ليه؟ بصوا للاطفال الرضع والاطفال اللي ماشي على الارض بالتاتي، يقعد الطفل ده بالدوع ازاي؟